حيث أصبح معولا عليه حاضرا ومستقبلا من أجل المساهمة في قيادة المسيرة التنموية. وأن أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان للحضور معنا إلى فعاليات هذا اليوم الدراسي مع جمعيات المجتمع المدني المنظم من طرف مجلس مقاطعة الفداء تحت شعار المجتمع المدني رافعة للتنمية المحلية. فكما هو في علمكم فالدستور الحالي لبلادنا دستور السيدة والسادة الموظفين اللي سهروا لهذا اللقاء هذا. شكرا للسادة أعضاء الجمعيات ورؤساء الجمعيات. شكرا كذلك لكل من دعا لهذا اللقاء وخاصة مجلس دار الشباب في الأول رئاسة ومكتبا والجمعيات كتبي إليه. وشكرا كذلك لكل الفعاليات المدنية الحاضرة معنا. اللقاء التشاوري الأول اليوم وكما كتشوفوا بأن اخترنا المجتمع المدني رافعة للتنمية المحلية. نحن لسنا غرباء عن المنطقة، نحن أبناء المنطقة وفاعلين مدنيين قبل أن نكون مسؤولين ونتحمل المسؤولية. أعتبر أن مكتب مقاطعة الفداء ارتأى أن يشرك الجميع، وهذا وعد من المكتب لكل فعاليات المدنية. في البداية اسمحوا لي سأعطي الكلمة للسيد رئيس مقاطعة بين الجنسين، وهذا المجال بدوره ماشي واحد. ملي كنهضروا على المساواة كاين عاوتاني لو بغينا نقولوا موضوعات تحتية. السلام عليكم، أيمن الشامخ نائب أمين مال جمعية فرع الخير للتنمية والعمل الجمعية فرع الفداء قصر السلطان. أولا كنشكروا رئيس مجلس الفداء على هذه الدعوة، وكنشكروا بصفة عامة على هذا اللقاء الدراسي اللي داروا، اللي بصراحة غادي يرد الثقة ديال الجمعيات اللي في التراب ديال الفداء والمجلس ديال المقاطعة. ونتمنوا من هذا اللقاء نخرجوا بشي نتيجة اللي تكون عليها تكون فيها الصالح العام، سواء على الجمعيات المجتمع المدني ولا على المواطنين حتى على المقاطعة. طه الشاذلي رئيس جمعية العطاء الذهبي. حنا جينا اليوم هذا اللقاء التواصلي من بدء من طرف مجلس جماعة الفيدا. هذا اللقاء التواصلي هو واحد صلة الوصل اللي غتولي بين الجمعيات والمجلس. فالجمعيات كانوا فقدوا الثقة في المجالس السابقة، ولكن مع المجلس الجديد كاين بوادر ديال الفرج، كاين بوادر فاش أبواب الجمعيات الجادة اللي باغا تشتغل. وكنشكروا جماعة الفيدا على هذا اللقاء اللي غيدوموا حتى 3 أيام وإن شاء الله غيكون الخير. معكم سعيد وريد رئيس الجمعية الأنوار للتنمية الاجتماعية. بالنسبة لهذا الاجتماع هذا ديال الاجتماع اللي كان عرفنا السيد الرئيس الجماعة على معطيات اللي مهولة مخيفة بالنسبة للساكنة في قرية السلطان، وحنا في هذا الصدد هذا تنتمناو من الله سبحانه وتعالى هذه الخدمات اللي بالنسبة للرئيس دابا أنها غادي تكون خدمات صالحة للساكنة بالنسبة للصحة، بالنسبة للثقافة، بالنسبة للرياضة، ومجموعة من الأشياء اللي هي مهولة. من عرفنا الأرقام بالمعطيات كما تقولوا بلغة الأرقام فالله يكون في العون كما تنقول. نتمنى ان شاء الله الناس ديال المجتمع المدني والناس ديال الجمعيات وكاع اللي ساهر على الخدمات ديال هذه المنطقه هذه والابناء هذه المنطقه والناس الغايورين على هذه المنطقه هذه، ان شاء الله كل واحد يدير جهده ويدير ما قد المستطاع ديالو باش يخدم لهذه المنطقه. هذه المنطقه لها تاريخ كما تنقولوا منطقه فداء ابناء المقاومه، يعني من الاحياء القديمه في الطابضه، والناس كاينه الهشاشه، كاينه مجموعه من الكراهات اللي منها الفضاءات الرياضيه، كاين يعني حنا ما تنبداو نتحدثوا على الفضاءات الرياضيه، يعني كاين الادمان، كاين المخدرات، وهذا الشيء تنحاربوه، يعني تأدي للشباب فضاءات رياضيه، فضاءات ثقافيه، وهذا الشيء منعدم، لان منطقه فيدا كما قال السيد الرئيس بان
الجامعة بغات تبني يعني مجموعة من الأماكن منهم دور الشباب لأن كاين غير جوج في درب السلطان يعني، ولكن كما تنقولوا حنا درب السلطان ما فيهاش أرض خالع يعني، فيها شي دار ما فيهاش أرض فارغة يعني، إذا لقيتي شي أرض فارغة تكون عند ديال يعني تكون باسم أشخاص ديال معينين اللي هما في الملكية ديالهم. شكرا شكرا الله ميسر. عاود الصوت. السلام عليكم، معكم محمد الصادقي عن جمعية التضامن والتعاون الوطني محافظة على البيئة. بالنسبة لليوم الدراسي حنا تنرتقبوا منه عدة أشياء بينها الشرح المخطط لرئيس المقاطعة اللي تعتبره واحد منا بأنه توا شخص فيه الدور العام اللي تتحتوي كل المكونات ديال المقاطعات الفيدة من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية كل الشرائح ديالو، لهذا تنتمناو بأن هذا اليوم الدراسي هذا يشمل المشاريع الأولوية اللي حنا تنتمناو بصفة عامة. وشكرا.